السلام عليكم. حبيت ندير هاد لا فيديو، درتو شويه نحكيو على امور تخصنا، شي اللي راه صاير في بلادنا. قبيل كنت نخمم وحدي مع راسي، كان نقول الحل اللي رانا فيها درك، يعني منين جات وشي الاسباب يعني اللي وصلتنا لبلادنا راهي كيما هاك، وشكون المسؤول؟ يكون مسؤول عن الامر يعني اللي وصل القضيه لهذه الدرجه هذه، شكون المسؤول؟ شاب اللي قبل يعني كلش للدرجه بالعقل بدا يطلع فوقه بشويه بشويه حتى ملكوه ورجعوه يعني حاجه اللي ما عندهاش اهميه، لوجير يعني يسيروه كامر من الامور اللي يسيروا فيها عادة، ولا المسؤولية ترجع لهذا النظام يعني اللي خلق من العدم ورجع البلاد هذه شغل مملكة نتاعو يعني، وأكثر من مملكة في الحقيقة. خطرك شي المملكة عادة المليك الحاكم يخمم لما يسير المملكة تاعو، يخمم يقول أنا المملكة تاعي راح يورثني بني، لازمني نخلي له مملكة نظيفة وين الشعب يحبه، وين يعني الأمن سايد. جينيرالمون الملك يخمم كيما هكا، يخمم على البلاد هذي راح يخليها لولده لوارثه. الوغ تاعنا حنا سي لانفيرس، راهم قاعدين يضرك التأخيرة هذه مع طاحت عليهم الشكارة تاع الدراهم هذه، ولا شغل يزربوا يهفقوا ويزربوا، خايفين لا يقول لك نزربوا قبل ما تطيح علينا الدالة، لازم نزربوا وناكلوا الأكثرية. علاه؟ باش نخرجوا الدراهم نديهم من الخارج نضمنوا المستقبل تاع أولادنا لهيه، مش هنا مش في البلاد. هذا هو الفرق يعني بين اينو ليغارشي اللي راهي قاعده تزرب وتهفق، والميلي بوشي دوبل باش تدير مال كبير اللي يخلي دهن اجيال من بعدها عايشين ما يخصهم والو، ومملكه اللي المملكه الواحد مالك يخمم على البلاد نتاعو يعني باش تشوفوا لنا درجه وصلت. يعني الناس ميمشي يديروا فيها كل رزقهم المملكه تاعهم، بل اكثر كل اللي سيتان فون دو كوميرس qui va faire faillite. Donc c'est une course de vitesse، يخرجوا الدراهم والاموال والارزاق اللي يقدروا قبل ما يديكلاريو فايت، ومن بعد يخليو الناس اللي باقيين في الجزائر يدبروا يسمى ياكلوا بعضها. دونك واش وصلنا للقضيه هذه في الحقيقه؟ بون، النظام ما فيهاش شك عنده مسؤوليه كبيره ما دام تولى على الحكم بدون الاراده نتاع الشعب، وساعة ساعة ضد الإرادة نتاع الشعب. علاه؟ خاطر شي دار واحد النظام، أسس واحد النظام وين التزوير الانتخابي ولا مانيبيلاسيون ولا بروباغوند والتلفزيون يعني يخدم له ليه، وهذا النظام هذا عنده الشرطة شغل كيما قالها سمراوي، كولونيل سمراوي الله يذكره على خير، قال هذا النظام مافيا، ولكن أكثر من المافيا في حاجة. المافيا عادة يكافحوها الشرطة والعدالة والدارك والدولة، هذا المافيا تاعنا حنا اللي في الجزائر أكثر من المافيا. علاه؟ خاطرك شي هي مافيا، ولكن الدارك والشرطة والبرلمان والإدارة الكل يخدموها في صالحها وتحت أمرها، ثم هذه مافيا وتحت أمرها كل مؤسسات الدولة. دونك هذم فرضوا رواحهم على الشعب وبالحيلة وبالتزوير، ولما يلزم الحال حتى بالقوة، ورانا شفناها في العشرية السوداء هذيك ولا العشرية الدامية كما يقولوا التسعينات وما بعد، لما خافوا الحكم يفلت من يديهم استعملوا القوة
قتلوا الناس، ولما شافوا باللي الاسلاميين ناضوا ضدهم وطلعوا للجبل دخلوا في وسط الاسلاميين وداروا لهم لي زون انفيلتري ويزون مانيبولي لا فيولونس، وثم رجعوها تضرب ضد الشعب. علاه؟ باش يقعدوا هما في الحكم، باش ما يفلتش من يدهم. ils ont poussé le la violence à un point extrême. D'ailleurs, un général qui a dit, toujours selon le même Samraoui, Ismaïl Amari, قال قدام شهود انا راني متواجد نقتل 3 ملايين تاع الجزائريين سي لوفو. بون كاين اللي يقولوا 3 ملايين، حب يقول يعني 3 ملايين اللي فوتوا على الفيس نقتلهم ما كانش مشكل. وكاين اللي يقول لا، يعني فول يدير الجزائر فرنسا قلت مليون ونص، هو اللي كابابل تي لو دوبل دو فوا 1 مليون ودمي دو مارتير. بون لا، المهم يعني باش نقول لكم بلي هذا النظام فرض روحه كل الوسائل حتى بالعنف، وحتى بالعنف لدرجه يعني اللي ما تتصورش، جوسكو كريم كونتر لومانيتي et des atrocités qui ont été commises de façon massive et systématique. طيب والدولة هذه، هذا النظام هذا باش كيف يتكون؟ يتكونوا في عشرة تاع الناس، 20 50؟ في الحقيقة لا، وهنا وين يبدا المشكل. في الحقيقة هذا النظام هذا هو يتكون سي دي سيركل كونسنتريك. لو سيركل لو برومي سيركل en même temps concentriques, des cercles, et en même temps pyramidaux. C'est des cercles, le faux glas, c'est le cœur, le noyau du système. Donc, moi, il y a un deuxième cercle un peu plus bas et un peu plus large, les hawalis. Donc, moi, un autre cercle encore plus large, un autre cercle encore plus large. Et tantôt, sur le tête glas, il y a la société. لا، في الحقيقة هما هذا الأربع قطوط اللي حاكمين كيما في العشرية الدامية، هذيك العشرية السوداء، كانوا كنزان ديسيدور انتر جينيرو كالكو. بصح هما ما ينجموش وحدهم يسيروا بلاد كاملة، إيزون بوزوان داليي، إي دونك لي زاليي باش يعودوا لوغ زاليي واش يديروا لهم؟ لازم يعطيهم نفس لي بريفيليج كيل سون اون تران دو ساروجي أو ميم. وشي موا ان بو موا الناس اللي في البرومي سيركل اللي يديو كلش واش يحبوا. فيما يخصنا حنا مثلا البرومي سيركل هذاك اللي دا البوفوار لا فورس ايزون لارمي ايزون لا جوستيس ايزون لا بوليس ايزون لا جندارمري ايزون لادمينستراسيون سو لور اوردر ايزون لو بارلمون ايز اريف ميم ا سو فير دي لوا سور مزور. مثلا نعطيك من اكزومبل، نهار داروا لا لوا سور لي مونوبول، سيرتان مونوبول ça veut dire dire le cas des lois avec des chicanes de façon à pour pouvoir obtenir quelque chose il faut passer par des chicanes de la loi les qui sont aménagées spécialement pour eux. Par exemple il dit des législations et des réglementations de façon à pouvoir importer du blé. Ça qui est un monopole de fait. Ce sont des brisés qui du groupe qui fait le Moyen Âge qui sont partagés. هذا عنده السميت، هذا عنده الدواء، هذا عنده المونوبول تاع شي با تاع الفيكول، هذا تاع لابيس دي تاشي اكسترا اكسترا. دونك ايزون بوزوان دو اوسي دو بارلمون بور لور فير سي لوا سور مزور ليهم هما، سوا ديزون بور لا فاساد سوا اونورابل، لي زاجون اونورابل دو ليتا كيما سموا روحهم. وثم يلزم لهم ثاني حاجه واحده اخرى اللي هي لا بريس، لا بريس اللي تمد عليهم صوره تاع دوله ان ايتا دو دخوا اكسترا اكسترا، وتغم الاجرام نتاعهم تخبيه تخفيه. هذه الصحافه هذه لازم تكون تحم باش تخفي هذا الاجرام، خاطرش يكون تعود الصحافه مش تحم قادره تبهدلهم تكشفهم. دونك ايزون بوزوان دو تو سي جون لا، مي هاد الناس باش يمشيو معاهم لازم يوكلوهم، ما نجيبوش يمشيو معاهم هكاك برك حبا فيهم. دونك لو بخومي سيركل Il profite de sa puissance et du monopole du pouvoir qui est entre ses mains pour s'arroger tous les privilèges. Ou d'Irathan, il y a les gribalés, les généraux, les grands chefs militaires. Il y a Théohomtan, il y a Théohomtan, par exemple, qui m'a fait le club des pins. Ou là, qui m'a fait le club des pins 2. Par exemple, le club des pins 2, c'est des villas de très haut standing. Où le leader, le premier occupant, c'est Ben Bella.
C'est des piscines, des saunas, des trucs. C'est incroyable, hein, paraît-il, un luxe inouï. Ben, Tom Club des Pins, il y a Théum, par exemple, les résidences d'État, les Fihidra Baouhum, tu vois, Mouma Sonatrach, des résidences et des locaux par centaines en France et ailleurs. Ben, d'ailleurs, tout son attrait, il a bien les locaux, le Jmaïntana. Ben, on a des locaux à Paris, etc., des résidences, des hôtels particuliers, des hôtels commerciaux, etc., etc. Ben, il y a tout d'ailleurs, on a un autre cercle, les Wali, etc. Ils ont mis les lots de terrain, les locaux commerciaux, etc. Ben, il y a tout un autre cercle. Les importateurs, ils servent au mort, ils donnent un coin spécial, etc., etc. Et ça descend. Et ça descend jusqu'à jusqu'à la société d'en bas, où les magistrats, les inspecteurs de douane, des impôts, sans permis de construire, etc. Et c'est une manière de corrompre la société jusqu'à des cercles très éloignés du noyau pour pouvoir acheter des alliés naturels. Et où les alliés naturels du régime. Et où les houlafa tabi'iyyin l'Nizam. Où est le كانوا ناس نزهة ويهضروا ضد النظام وكيفاه والدولة ومديتنا الهاوية وفسدنا البلاد وولادنا يلبش من البلاد يلقاوها وكذا، ثم لما دخلوهم معاهم بدلوا الخطاب نتاعهم، ولا يقول كل شيء خصها الجزائر، الحمد لله شوفوا واش عندنا خيرات، عندنا المترو، عندنا الطرود، عندنا كذا، عندنا كذا، عندنا كذا. وش هي يعني في الحقيقة يعني هاد الناس لي سيركل كي سون تري ايلوانيي دو سونتر دو بوفوار كي مانج كي اون دي بريفيليج وش هي في الحقيقة سي دي داندون دو لا فارس علاه باسكو اولا خانوا الشعب نتاعهم هذه الاولى خانوا الشعب نتاعهم على الماكلة على المادة وثانية هما ما عندهمش الشيء اللي يكفيهم باش يخرجوا للخارج كيما سيادة من الفوق خاطر سيادة من الفوق عندهم خطة وعندهم ابعاد دقيقه يقول لك انا لازم ناكل بزاف فيت باسكو جو دو افوار دي سنتين دو مليون دو دولار او دي مليار دو دولار بور انفستير لابا اي سون ان ترين دانفستير دبي سون ان ترين دانفستير ان امريك دو سود سون ان ترين دانفستير او ستاز اوني سون ان ترين دانفستير ان اوروب ميم ان شين باغيك مي هاد الناس اللي تحت يوكلوا فيهم باش يسكتوهم باش يولوا معاهم هذا ما عندهمش باش يخرجوا للخارج سكي في كو دان كوتي خانوا الشعب تاعهم ودان اوتر كوتي غدوه كي طيح الدولار طيح عليهم هما ثاني مع الشعب تاعهم ولا البلاد هذه اي بلاد ولادهم ثاني خاطر الشيء هذا اللي راهم عايشين فيه ويفوت بصح ولادهم يجي وقت وين يفون رونكونتري دي نورم ديفيكولتي ويلقاو بلاد دون اون سيتياسيون تراجيك ولا فوت تاع هاد الناس اللي راهم يساندوا في النظام دونك فوالا واليوم النظام هذا باش نعرفوا مليح اذا راهو مازال قوي وشاد ومعرق معرق في, 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 في السلطه علاه خاطر شي عنده هاد لي زالي ناتوريل وهاد لي زالي ناتوريل يعني جو بو دير سون كرانت ديكزاجيري لا ربما اكثر من 30% ولا لا تقريبا 40% تاع المجتمع مع هذا النظام معاه علاه مش معاه باسكو مأيدو ولا باسكو راهو ضميرو مرتاح ومهنيه وراهو قانع باللي هذا النظام راهو يسير في طريق سليم لا هو في الحقيقه هاد الناس اللي ماشيين معاه خاطرش ياكلوا مع النظام وراهم في بزاف راهم 30 à 40% دو لا سوسيتي اي سي بور سا كو هذا اللي كيوص صرات في تونس وفي ليبيا وفي مصر هاد الثورات تاع الشعوب حنا الشعب نتاعنا ما التحقش بهم خاطرك شي عندنا فئة كبيرة من المجتمع ومهمة اللي راهي مع النظام هذه هي ونقول لكم صحة فطوركم ومرة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم.